قرر مجلس النقباء بعد الحشد اللي شفناه اليوم ونجاح يوم الإضراب إضراب الأردن والوقفة اللي صارت وشهدها شهدتها المملكة واللي لم تشهد لها كمثيل سابق، أنه التأكيد على مطلبنا بالحوار ومناقشة قانون مشروع قانون ضريبة الدخل ونظام ديوان الخدمة الذي أرسل والذي أرسل للنواب والذي أقر على بعض التعديلات. ولكن في حال عدم استجابة الحكومة للحوار سيتم إعطائهم مهلة أسبوع، وهي مهلة كافية أنه نقعد على طاولة واحدة ونتناقش ونتحاور. سيتم أو تم الدعوة إلى اعتصام مماثل أو وقفة مماثلة كما شهدناها اليوم في الأربعاء القادم، وذلك للتأكيد على مطالبنا ورفع السقوف المطالب برحيل الحكومة في ذلك في تلك الوقت. احنا زي ما حكينا احنا قاعدين بنوصل رسالة ورسالة واضحة، هذه إرادة الشعب. يعني هل تعتقد انه نحن مطلبنا غير منطقي؟ المطلب كلياته حوار، لا قاعدين بنطلب إلغاء قانون ولا قاعدين بنطلب انه يتغير بشيء أساسي. كل اللي قاعدين بنطلبه جلسة حوارية ضمن الدستور. يلا على الرئاسة، يلا على الرئاسة.